مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم الى نشرة الثامنة للاخبار ونستهلها بالعناوين. تواصل عمليات رصد هلال شهر رمضان في العاصمة تونس ومختلف الولايات باستخدام الوسائل والتقنية الفلكية الحديثة. رئيس الجمهورية يختتم زيارة رسمية إلى مصر كانت مناسبة لبحث تطوير العلاقات الثنائية وتناول جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تصاعد نسق الإصابات بفيروس كورونا في مختلف الجهات ونظام جديد للعمل والسفرات والدراسة والمحاكم ابتداء من الغد. أهلا بكم. تجري في تونس العاصمة وفي مختلف الولايات عمليات رصد هلال شهر رمضان 1442 هجريا باستخدام المناظير الفلكية والوسائل التكنولوجية للرصد. وقد تم بالمعهد الوطني للرصد الجوي تسخير وسائل فلكية في عملية الرصد بحضور عدد من المختصين والمواطنين. وبدار الإفتاء تم اعتماد تقنية التواصل عن بعد لتجميع نتائج الرصد. وللمزيد معنا مباشرة مبعوثة الأخبار حنان الجاسمي. حنان، إذن ما جديد عملية الرصد؟ نعم دلال، كما ذكرت نحن الآن بديوان الإفتاء أين انتهى سماحة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ من تلقي نتائج الرصد من المراكز المعدة لذلك عن طريق وسائل التواصل عن بعد، وهي تقنية حديثة تم اعتمادها هذه السنة لأول مرة، وتتمثل في اختيار 5 مراكز لرصد الهلال بالجمهورية التونسية، وهي مركز تونس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، مركز باجا القيروان توزر، ومركز مدنين، وذلك لتغطية كامل تراب الجمهورية وبالطبع تحت إشراف السادة الولاة الراجع إليهم بالنظر. هذه هي التقنية الحديثة ساهمت في الإسراع في معرفة نتائج الرصد بطريقة مباشرة. لحظات مشاهدينا الكرام، وسنوفيكم بكلمة سماحة مفتي الجمهورية للإعلان عن نتيجة الرصد. نعم شكرا حنان، ستكون لنا إذن عودة مع كلمة سماحة مفتي الجمهورية بعد انتهاء عمليات التجميع. إذن قام رئيس الجمهورية قيس سعيد في اليوم 3 والأخير من زيارته إلى مصر بجولة شاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والتحول إلى عدد من المعالم الدينية، حيث زار كاتدرائية ميلاد المسيح، كما توجه رئيس الجمهورية قبل ذلك إلى مشيخة الأزهر الشريف، حيث جمعه لقاء بشيخ الأزهر أحمد محمد أحمد الطيب، توج بدعوة رئيس الجمهورية إلى مواصلة ترسيخ مبادئ التسامح والوسطية والاعتدال لدين الإسلام الحنيف، والتأكيد على ضرورة ربط الصلة بين جامع الزيتون المعمور وجامع الأزهر وتوسيع مجالات التلاقي والتبادل الثقافي والحوار. هذا وقد غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد الأراضي المصرية، وكان في توديعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسنوافيكم ببقية الأنشطة المصورة لهذه الزيارة في نشراتنا القادمة. وقد مثلت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، إضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والعربية ذات الاهتمام المشترك، أبرز محاور الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مصر. زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد لمصر بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحث خلالها الرئيسان سبل تعزيز علاقات التقارب بين البلدين، وخاصة التحديات المشتركة في علاقة بتحقيق التنمية ومنع التدخلات الإقليمية في المنطقة. تحدثنا عن كثير من المحطات وعن كثير من المخاطر التي يجب التصدي إليها، لأن هذه المخاطر كما يعلم الجميع تستهدف الدول وتستهدف المجتمعات. وأخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وتونس، وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة ومنع تقويض الدولة الوطنية
ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما كانت أهمية العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي إضافة إلى تطورات الأزمة الليبية وبحث سبل تفعيل الدور العربي إزاءها من القضايا التي تم التطرق إليها خلال الندوة الصحفية المشتركة. بالنسبة إلى التوزيع العادل للمياه، أقولها وأكررها أمام العالم كله، نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا. كما تناولنا أنا وأخي الرئيس قيس سعيد تطورات الأزمة الليبية، وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة، ورحبنا بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا. وفي قصر القبة بالقاهرة كان لرئيس الجمهورية قيس سعيد لقاء برئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، دعا خلاله إلى ضرورة التسريع في عقد الاستحقاقات الثنائية، وحريصين كل الحرص على تقويتها وتدعمها في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. العمل العربي المشترك كان أيضا محور لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس البرلمان العربي، اطلع خلاله على سير عمل البرلمان العربي وأهمية دور هذه المنظمة في تعزيز العمل العربي المشترك. قدمنا له الشكر البرلمان العربي بدور تونس الكبير في موضوع دعم الأخوة الليبيين ما وصلوا له من مصالح. وخلال اجتماعه بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بمصر في مقر السفارة التونسية بالقاهرة، أكد رئيس الجمهورية على أهمية دور التونسيين في الخارج في تعزيز إشعاع تونس. تمثلون تونس، كل شخص يمثل تونس يشعر بأنه يمثل تونس، لأنه يستبطن وطنه داخل وجدانه. هذا وقام رئيس الجمهورية مرفوقا بوزير السياحة والأثار المصري بجولة في بعض المواقع التاريخية في القاهرة، اطلع خلالها على خصوصيات بعض المواقع التاريخية والدينية، خاصة بعد الاتفاق المشترك على أن تكون سنة 22 و2000 سنة الثقافة التونسية المصرية. إذن نعود مشاهدينا الكرام مباشرة إلى ديوان الإفتاء ومع كلمة سماحة مفتي الجمهورية سيد عثمان بطيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها التونسيون والتونسيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد قامت مراكز الرصد الخمسة بعملها على أحسن ما يرام، ولم يثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان بغروب شمس اليوم 29 شعبان 1442 هجري، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. فإن غدا الاثنين 12 أفريل 2021 هو تمام 30 من شهر شعبان 1442 هجري، ويكون يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 هو أول يوم شهر رمضان المبارك. ونهنئ بهذه المناسبة المباركة سيادة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية، والسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة، والسيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، كما نهني الشعب التونسي وسائر الشعوب الإسلامية. هذا وإن شهر رمضان هو شهر التقوى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن معاني التقوى ملازمة العمل الصالح بفعل الخيرات وترك المنكرات، ومعاملة النفس بروح المودة والمحبة، ومواساة المحتاجين والفقراء، خصوصا في هذه الأيام المباركة التي يضاعف فيها الثواب، ولا يشترط في الصدقة حد معلوم، بل هي بالمستطاع المقدور عليه. ولم يفرض الصوم إلا على كل رشيد بالغ عاقل من ذكر أو أنثى،
وأعفى الله تعالى منه المرضى، خصوصا ممن يلزمهم تناول الغذاء والدواء في أوقات من النهار والليل، والمرضعة كذلك ممن يرهقهن الصوم ويضعفهن. ونصائح الأطباء معتبرة في هذا المجال. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه مناسبة أهيب فيها بأبناء وطننا العزيز زيادة الحذر والالتزام بالحجر الصحي، وفي هذا الالتزام مصلحة شرعية عامة يجب الوفاء بها اتقاء للعدوى، وهو من صميم ما دعا إليه ديننا الحنيف من أخذ الحيطة والحذر، ومن أنجع وسائل التقوى الإقبال بكثافة على التلقيح. ولا يمنع دخول شهر رمضان من أخذ الاحتياط من التلقيح في نهاره، فإنه لا أثر له إطلاقا على صحة الصيام. ومن ابتلي بمرض الكورونا فعليه اتباع نصيحة الطبيب المباشر، وله أن يأخذ برخصة الإفطار حتى إذا برئ قضاء تلك الأيام بعد خروج شهر رمضان. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء وسائر الأسقام. اللهم احفظ بلادنا عزيز وسائر بلاد المسلمين والإنسانية جمعاء. اللهم إنك تعلم ضعفنا فارحمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأنزل علينا شفاء من عندك يداوي مرضانا وتزيل به السقم عنا. اللهم فيك أملنا ورجاؤنا، وعليك اعتمادنا وتوكلنا، فلا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام، الثلاثاء 13 من أفريل 21 و2000 هو مفتتح شهر رمضان المبارك، جعله الله مباركا على الشعب التونسي وعلى الأمة الإسلامية كافة. وقبل كلمة مفتي الجمهورية كنا قد استعرضنا بعضا من زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مصر، وللمزيد ينضم إلينا في الأستوديو نور الدين المازني الناطق الرسمي السابق باسم الاتحاد الأفريقي وخبير في الشؤون الدولية للحديث أكثر عن هذه الزيارة. سيد نور الدين المازني، أهلا بك. أهلا وسهلا. إذن ننطلق من قراءتكم لهذه الزيارة، زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جمهورية مصر العربية في هذا التوقيت، وأيضا تقييمكم لهذه الزيارة. أولا رمضان مبارك على الجميع، على الشعب التونسي، على الأمة الإسلامية، وإن شاء الله ربي يرفع عنا البلاء. أمين. في هذا الشهر الفضيل. بالنسبة للزيارة، أعتقد أنها كانت زيارة ناجحة على المستويات السياسية الإعلامية. هناك يعني تغطية ضخمة لهذه الزيارة في الصحافة المصرية أولا، ثم في المستوى العربي، وكذلك في الصحافة الدولية. هذا يعني نقطة مهمة جدا، وتؤكد عمق العلاقات التونسية المصرية التي ليست وليدة اليوم. نحن إذا دخل يعني حفرنا في الذاكرة نرى أن مصر لعبت دورا كبيرا في الكفاح من أجل التحرر لبلدان المغرب العربي، وتتذكرون مكتب المغرب العربي في القاهرة والزعيم الحبيب بورقيبة، يعني مسيرته الطويلة من قرقنا إلى القاهرة. فلنا يعني لنا تاريخ. علاقات راسخة. نعم. في التاريخ،
وحتى في الفترة الأخيرة تتذكرون أن الرئيس السيسي نفسه زار تونس العام 2019 بمناسبة القمة العربية. الرئيس الراحل البيجي قايد سبسي كان كذلك في مصر في قمة القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ. أكثر من رئيس حكومة تونسي كانوا في زيارات إلى مصر. لدينا اللجنة العليا المشتركة. نعم. لكن هذه الزيارة سيد نور الدين المازني أخذت الكثير من الأبعاد وكان لها من الصدى الكثير، كيف تقيمونها خاصة في هذا التوقيت؟ التوقيت مهم جدا. تعرف أنه منطقة المغرب العربي الآن وخاصة ليبيا، يعني الملف الليبي الذي يستقطب اهتمام كبير على المستوى الدولي، و ما لاحظتم أن هناك تأكيد على الدور العربي في حل قضية ليبيا ومساندة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من أجل أن تكون هناك انتخابات شفافة من هنا إلى نهاية العام، وبالتالي التشاور والتنسيق بين تونس ومصر وهما يعني الجيران المباشران لليبيا تنسيق مهم جدا، سيفتح آفاق لما تستقر الأمور، سيفتح آفاق للبلدين في مجال يعني الاستثمار الاقتصادي، في مجال التبادل التجاري. هذا سيعطي يعني افق كبيره جدا من اجل يعني فك يعني العزله التي نعيشها الان في تونس، انه اغلاق الحدود لفتره طويله بين تونس وليبيا اثرت كثيرا. نعم، كان هو تاثير سلبي على مصر وتونس ايضا. تماما، وبالتالي فان الاستقرار السياسي الذي يسعى اليه الطرفان في ليبيا سيفتح آفاق كبيرة لما تستقر الأمور وتكون هناك إعادة البناء في ليبيا. هذا أمر مهم جدا، ولذلك اهتمت الصحافة العالمية بهذا الموضوع. تم أيضا سيد نجيل المازني التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب الذي ينخر المجتمعات العربية والدول العربية. كيف سيكون للتنسيق وهذا التعاون بين تونس ومصر الدور الكبير في القضاء على الإرهاب؟ هناك بالطبع ليست جديدة التنسيق بين الدول العربية في مقاومة الإرهاب. نحن لدينا مقر وزراء الداخلية العرب وهو يهتم بهذا في تونس، لدينا هذا المقر ويهتم كثيرا بموضوع مقاومة الإرهاب ومقاومة الفكر التكفيري، وبالتالي يعني التجارب مصر وتجارب تونس في هذا المجال وهما في الواقع يعني ينعكاس للسياسة الدولية تجاه الإرهاب. هناك قرارات هامة جدا في مستوى مجلس الأمن وفي مستوى مختلف المنظمات العربية والإقليمية، وبالتالي فأن الإرهاب ومظاهره المختلفة يعني بإمكان تونس ومصر أن يلعب دورا إيجابيا في هذا الموضوع. وتلاحظون أن هناك تكثيف كذلك في موضوع تكثيف التعاون الثقافي. نعم. الثقافة كذلك وسيلة من وسائل 2021 هي السنة التونسية المصرية الثقافية. بالضبط. نعم. مهم جدا الجانب الثقافي، سينشط الحركة الثقافية بين البلدين. هناك ركود بسبب الوباء والجائحة، وبالتالي فأن هذا يفتح كذلك آفاق لأهل الثقافة في تونس وأفق بالنسبة للجانب الاقتصادي والاستثمارات لما تنفتح السوق الليبية. وتعلمون أيضا أن مصر تحتل موقع مهم في منظمة الكوميسا. مصر دورها محوري في إفريقيا، وتعاون مصري تونسي في هذا المجال هو أمر مهم جدا ومطلوب يعني. نعم نعم. سيد نور الدين المازني الناطق الرسمي السابق باسم الاتحاد الأفريقي وخبير في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك على الحضور معنا. شكرا. إذن وبالعودة إلى شهر رمضان، تتميز الاستعدادات لهذا الشهر الكريم في مختلف جهات الجمهورية بطابع خاص يتلائم وطبيعة شهر الصيام، فيما تختلف هذه الاستعدادات حسب العادات والقدرة المادية للعائلات التونسية. نتابع. غياب الحركة في هذه الأزقة والأنهج الضيقة لا يخفي استعداد العائلات التونسية لاستقبال شهر رمضان الكريم، فتزيين واجهات المنازل وتجديد طلائها من العادات الحميدة التي ترافق استقبال شهر الصيام. والعادات تختلف من جهة إلى أخرى، ولعل من أهمها حرص الكثير من البيوت التونسية على تبييض الأدوات النحاسية أياما قليلة قبيل حلول الشهر الكريم.
نبيضوا ديارنا ونريقلوا وننظفوا ونحضروا ونلموا النحاس نتاعنا نجيبوه للنحاس ان شاء الله مش يقزدرهولي. انا كنا بعدين قلت لك على الكورونا وعلى المرض وعلى كل شيء، ها واخر وقت معناتها تفكرنا باش نجيبوه، بس ربي سهل لينا وليكم ولمت محمد. اذا تحب تعيش بريمه كول في النحاس ديما، هذه نبدا لك بها. ونحن في تسور ما نستغلوش عن النحاس بالكل، ديما نهزوه قبل رمضان بشويه يعني احضر لي معوني ان شاء الله كان غدوه باذن الله صباح رمضان عنا اليوم نقولوا القرش كان غدوة رمضان وغدوة توين الكرش. بالأخص في رمضان تيبني الكل يبدا في النحاس، كي يقغر بشهر رمضان نبدو نحضروه، اللي عنده دوزين تزقزرو تزو للقصادر نقولوا نحنا. وعلى غير العادة فإن قدوم شهر رمضان يغير من طبيعة مشتريات العائلات التونسية التي تقبل على اقتناء مستلزمات تخص شهر الصيام. ورغم محدودية القدرة الشرائية فكل يحاول أن يحافظ على العادات وفق الإمكانيات. هات حضرت ما خذيت فلفل الكحل حضرته الجمعه الاخرى، توا جيت ناخذ طرف زبيب ناخذ طرف كليل وساشيات فريجيدير. باش يحب، فما ناس تاخذ الشربه مخذور حاضره باش، فما ناس تاخذ شعير باش يحضروا للشربه يحضروا للبسايس. خيرات ربي موجوده ان شاء الله بحول الله، غير الاسوام شويه طالعه وبرا، ما الباقي كل كان موجود ان شاء الله. قبل ثلاث اربع ايام كما تعرف التونسي يهبط، طاولت رمضان هذيك يلزمها سبيسيال. شوية صحافة شوية صحونة شوية معون كوجينتها ناب الطاولة كان معروف عبادة وصلاة وواحد وكل شيء، بقيتها تدخل فيها الطاولة طاولة الفاميليا. احنا 11 شهر تلقانا مفرقين نتلموا كان في شهر رمضان. قبل كانوا يعولوا ويخزنوا كل الشربة والشعير والواحد الكل، توا الدنيا تطورت ولا فما برشا حوانت يقوموا بالمهمة هذه، تلقى حاضر مع شكل اللهفة برشا مع شكل الزحمة على الحاجة هذه. كما تتأهب المساجد والجوامع قبيل حلول شهر رمضان الفضيل لاستقبال المصلين وفق ما تقتضيه الإجراءات المتخذة للتوقي من جائحة كورونا. وبحلول الشهر الكريم تتصدر أسعار المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم ودواجن وغيرها من مستلزمات مائدة الإفطار، تتصدر اهتمام المواطن التونسي الذي بات رهين مقدورة شرائية متدهورة ووضع اقتصادي صعب. كاميرا الأخبار كانت حاضرة من خلال جولة ببعض الأسواق اليومية بالعاصمة ورصدت آراء التونسيين في هذا الخصوص. قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم، اكتظاظ كبير تشهده الأسواق لاقتناء متطلبات الشهر المبارك من خضر وغلال ولحوم وأسماك، والتي تمثل أسعارها مصدر تشكيات التونسيين رغم توفر كل المنتجات. أسواق ياسر مرتفعة برشا، نقضي رمضان ياسر الدنيا غالية، مسنس الحوت مثلا الورقة كل ب 12 اليوم 13500. والله تبارك الله كل شيء متوفر موجود، فما الغالي وفما الرخيص وكل واحد ومعطى وقديره. كيف ما كل عام واحد يحضر روحه رمضان قفة رمضان، الأسوام غالية. بس كل تحب تاكل الحوت، مين المكتوب يعلم به كان ربي العبد أو كفهمتني يغزر كل قدير وقدر المستانس ياخذ زوز كيلو ياخذ فهمتني نصر طل على عادة فهمتني تريف متاع شربة. أقل ما يمكن القارف 500 فرنك، تو المعدنوس ب 500 ب 600 نورمال مرة ب 200 300. حتى الخضرة معناتها الحاجة القليلة، البصل هو اللي أرخص حاجة ولا هو أغلى حاجة. الأسعار لا تختلف كثيرا من سوق لآخر، ففي سوق أريانا نفس الصورة، وفرة في المنتوجات الفلاحية والحيوانية يقابلها نقص في الإقبال من طرف المواطنين، فيما يرى الباعة أن الأسعار في المتناول. متناولة، أما مسكين العباد جيوبها فارغة. الحم معلوش ب 30، لتر زيت زيتونة ب 10000، هذا ما 40، وهو يصور 20 25. مع التضخم كبير ياسر، التضخم كبير ياسر. شو الأسماك؟ توا احنا مش وقت فلفل وطماطم، فهمتني؟ ديما الفلفل يبدا طالع شوي والطماطم تبدا طالع شوي. يا اخويا احنا في يوم باش ياخذ كيلو ولا كيلو نص ياخذ رتين، كل مره هكا شوي يعدي يروح. اقل من التعريف انا ما نبيعه في الحوت. بالحق نحكي معاك. العباد عييت والناس فهمتني مكتوبه وفارغ ولا. ويذكر أن وزارة التجارة كانت قد أقرت منذ الثلاثاء الفارط بأن أسعار عدد من الخضر والغلال ستشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان، مشددة على أنها ضبطت برنامج عمل خاص لجهاز المراقبة الاقتصادية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، داعية في الوقت ذاته التونسيين إلى عدم اللهفة وترشيد السلوك الاستهلاكي.
وفي آخر تطورات الوضع الوبائي على المستوى الوطني وتوازيا مع ارتفاع عدد الملقحين ضد فيروس كوفيد-19 يشهد مستوى العدوى بالفيروس نسقا تصاعديا وذلك حسب آخر تحيين ببعض الإدارات الجهوية للصحة. في تحيين للعدد الجملي لمتلقية تلقيح ضد فيروس كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية بكامل تراب الجمهورية فقد بلغ عدد الملقحين 142,932 شخصا بحسب وزارة الصحة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا 8,031 شخصا. هذا فيما ارتفع العدد الإجمالي للمسجلين بالمنظومة الوطنية للتلقيح إيفاكس إلى غاية يوم أمس 1,037,963 شخصا. وتدعو وزارة الصحة كل المواطنين الراغبين في تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل بالمنظومة. ومع تسارع نسق التلقيح يشهد الوضع الوبائي تأزما جراء تزايد الحالات المشتبه بها بالسلالة المتحورة للفيروس كوفيد-19 بنسبة تجاوزت 30%، مع تسجيل ضغط كبير على أسرة الإنعاش وذلك حسب آخر الإحصائيات. كل مريض يخرج من الإنعاش عنا تقريب ساعة ولا ساعتين باش نعاود ونعقمه البيت والفرش والآلات باش ناخذوا فيها مريض في عوده. الحالة عمل زيد. وفي آخر تطورات الوضع الوبائي حسب الإدارة الجهوية للصحة، وصفت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر الوضع بالجهة بغير المطمئن اليوم عقب تسجيل الجهة 59 حالة إيجابية جديدة بالفيروس. وفي الكاف تم اليوم تسجيل حالة وفاة و65 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء بالجهة إلى 187 وفاة و6231 إصابة، فيما سجلت ولاية جندوبة 3 وفيات جديدة و38 إصابة. وكانت الحكومة قد أدخلت تعديلات على الإجراءات المعمول بها بسبب انتشار فيروس كورونا، غير أنها لم تلقى تجاوبا من قبل المواطنين بل أثارت استياء لدى الكثيرين. فكان تفاعل الحكومة من خلال التعديل مرة أخرى خاصة في توقيت حظر الجولان من 10 إلى 30 أفريل الجاري من الساعة 7 مساء إلى 10 ليلا وحتى 5 صباحا. في التقرير التالي نقف عند مجمل هذه الإجراءات. تعمل الإدارات العمومية ذات الصبغة الإدارية انطلاقا من الغد الاثنين 12 من أفريل وحتى نهاية شهر رمضان بتوقيت استثنائي هو التالي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى 1 بعد الزوال، كما أعلنته مصالح الوظيفة العمومية. شركة نقل تونس حورت برامج سفرتها مع تعديل توقيت الحجر لتصبح السفرة الصباحية الأولى انطلاقا من 5:15 صباحا على خطوط شبكة الحافلات والشبكة الحديدية كلها، وسفرات المسائية الأخيرة من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء على الساعة 8 مساء. كذلك حينت هيئة الصيادلة مواقيت عمل الصيدليات لليوم وغدا في انتظار اعتماد مواقيت ستضبط وتعتمد منذ الاثنين 12 من أفريل مدة شهر الصيام. وتفاعلا مع الوضع الوبائي عالي الخطورة أقرت وزارة الشؤون الدينية إجراءات مضبوطة تتمثل في إقامة الصلوات في الفترة الزمنية غير المشمولة بحظر الجولان على رأسها صلاة الجمعة، مع تعليق الأنشطة كلها من دروس وإملاءات قرآنية. الوزارة شددت على وجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية واحترام تطبيق إجراءات بروتوكول حفظ الصحة الخاص بالمعالم الدينية، أي الوضوء بالبيت اعتبارا لتواصل غلق المواضع وإحضار السجاد الخاص وارتداء الأقنعة الواقية والتزام تباعد الصفوف واقتصار خطبة الجمعة على 10 دقائق. المجلس الأعلى للقضاء أقر هو الآخر تدابير تشمل المحاكم التونسية جميعا في إطار التوقي من انتشار كوفيد-19 حتى 30 من أفريل الجاري، تتمثل أهمها في تخصيص المتقاضين بمدخل واحد يكون محروسا ويركز به مقياس حرارة وموزع مادة مطهرة، مع منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء قناع واق والحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم. كذلك تنص التدابير المتخذة على منع حضور المتقاضين جلسات القضايا المدنية والمالية والإدارية التي تكون إنابة المحامي فيها وجوبية، مع الاقتصار على حضور الجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين الاستدعاء ومحامييهم، مع نشر قضايا الاعتراض على
الأحكام الغيابية الجديدة في المواعيد المحددة لها في استدعاءات واعتماد نظام الأفواج في دخول فضاءات المحاكم. في تشخيص محين لوضعية الطفل في تونس، أجرت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات التابعة لوزارة الصحة دراسة مطولة على جوانب متعددة في حياة الأطفال أبرزها التغذية التي يتلقاها، ليتبين أن نسبة كبيرة منهم يعانون من السمنة لأسباب متعددة، ما دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر. حضور مكثف للمأكولات المصنعة والوجبات السريعة في النظام الغذائي الذي يتبعه أغلب الأطفال في تونس، والذي يعتبر غير صحي ولا يكفي لبناء جسم متوازن، ما أدى إلى ارتفاع نسبة السمنة في صفوف الأطفال جراء هذه العادات الغذائية السيئة. بالنسبة للصغار ثم اللي يجيب الصحي ثم اللي يجيب ما يجيبش معناتها لمجة صحية، ماذا بينا احنا نعملوا لمجة معناتها موحدة للناس الكل ويبداو معناتها حاجة صحية، فهمتني؟ ماذا بينا، أما كل واحد يقول لك يعني حسب اختيار صغيري وحسب رغبة صغيري فك الحاجة. عندنا صغار في عندهم شوية سمنة هكايا فوق الميزان شوية ويحاولوا أميتهم زادة راهم ينقصولهم. وحسب دراسة مطولة أجرتها الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، شملت عددا من الأطفال من مختلف جهات البلاد، تبين أن نسبة كبرى من الأطفال يعانون من السمنة ومن الزيادة في الوزن نتيجة عوامل عدة. المعطيات اللي تم جمعها خلال الدراسة هذه هي نسبة السمنة اللي بدأت تظهر توا بشكل واضح متزايد عند الفئة العمرية ذيك متاع الأطفال، ولاد وبنات، ومعناتها نعاود نذكر اللي الدراسه هذه شملت معناتها كامل تراب الجمهوريه الوسط الريفي معناتها والمدني. فما معدل 94% من اطفالنا يستعملوا شاشات ويستعملوا هواتف ذكيه، ومنهم 50% اللي ياكلوا معناتها وهما يتفرجوا على التلفزه والا على التليفون، ما يمارسوش في انشطه رياضيه منتظمه جمله، وفما لانكار 25% يمارسوا في انشطه رياضيه منتظمه علما وأنه يمارسوها بمعدل ساعتين ونصف في الأسبوع. الأخصائيون أكدوا خطر ارتفاع نسبة السمنة في صفوف الأطفال، معتبرين أن هذه الأرقام تنذر بالخطر وتهدد هؤلاء الأطفال بعدة أمراض. كان نسبة نتاع السمنة لدى الأطفال توصل 30%، نسبة مرتفعة جدا. نعم، نجم نوصل عند الأطفال نلقاو مرض السكري لدى الأطفال، نجم ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، موجود الأمراض هذه في تونس والكلها ناتجة عن السمنة لدى الأطفال. وقصد تفادي إصابة الأطفال بالسمنة يقدم المختصون النصائح التالية للأولياء. أول نصيحة نبدأ بها هي في عمر مبكر جدا، أنه نشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية على الأقل مدة 6 أشهر كاملة. نصيحة ثانية ننصح الأولياء بتجنب الوجبات المشبعة بالدهون. نجم نذكر على سبيل المثال تشيبس، الكريم فريش، المايونيز. وننصح الأولياء باش يتجنبوا الوجبات السريعة اللي ما يعبر عليه بالفاست فود، والوجبات كيف كيف الغنية بالسكريات. وتبقى الوقاية من السمنة في صفوف الأطفال خير من علاجها من خلال توعيتهم بمدى أهمية الغذاء الصحي في كل الأوقات. أطلق صندوق النقد الدولي اليوم العدد الجديد من تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وخلال ندوة صحفية افتراضية تحدث مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور عن ما يمكن تصنيفه انبعاث الأمل رغم أن مسارات التعافي في الفترة القادمة تتباعد. صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة الأنباء رويترز أن تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديد من الصندوق، وذلك عقب تصريحات من وزير المالية والاقتصاد والدعم الاستثمار علي الكعلي بأن مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري. وتابع أن الصندوق نشط كثيرا في تونس على مدار السنوات العشر الماضية ودعم عملية الانتقال في تونس، ويتطلع إلى مزيد من العمل مع السلطات لاستكشاف سبل مساعدة تونس مستقبلا. وبين أنه من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شامل يعالج دينا ينمو سريعا ويضع الاقتصاد على مسار نمو أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام.
جهاد زعور وفي ندوة صحفية افتراضية خصصت لتقديم مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أضاف أن تنامي الدين الحكومي في تونس أو بقية الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يهدد فرص التعافي من جائحة كورونا في ظل ضبابية في النظرة المستقبلية النابعة من استمرار إرث ما قبل الجائحة، إذ تآكلت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب على السلع الأولية وانخفاض أسعارها وارتفع عرض الميزانيات. إجمالا من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% السنة الحالية، وفي القوقاز وآسيا الوسطى يتوقع ارتفاع الناتج بنسبة 3.7% هذه السنة. هذا يمكن أن يؤدي التعجيل بعملية التلقيح إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% بحلول سنة 22 و2000. وطبقا لتقديرات الصندوق من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل على مدار العامين المقبلين، ولهذا مخاطره على الاستقرار المالي ما قد يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي، وستصبح الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أكثر انكشافا عندما يبدأ تجديد السياسات المالية العالمية، وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد من صعوبة طرق الأسواق. وعليه يقترح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جملة من الحلول أو هي أساسات للخروج من الأزمة نحو مستقبل أفضل، ومنها: وبالنسبة للبلدان العديدة التي لا تمتلك حيزا للتصرف من خلال السياسات، ينبغي الموازنة بين زيادة الدعم المقدم لها وإبقاء الدين في حدود مستدامة، وينبغي توجيه الدعم للشركات التي تمتلك مقومات البقاء وخاصة منها الصغيرة، وسيكون من المهم أيضا أعداد العمالة لعالم ما بعد الجائحة، وخاصة بالنظر إلى ارتفاع نسبة الشباب بين سكان المنطقة. وأكد صندوق النقد الدولي أنه مع انتقال البلدان إلى مرحلة التعافي سيظل يؤدي دوره كشريك ملتزم. أعلنت مصادر إعلامية إيرانية أن حادثا جد صباح اليوم في منشأة نتنز لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض، وذلك بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم بالموقع. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث تلوث، مؤكدا تضرر شبكة الكهرباء بالمنشأة. وفي الرياضة، حسم التعادل بهدفين لمثلهما مواجهة النجم الرياضي الساحلي ومضيفه ومواطنها نادي صفاقسي في اللقاء الذي جمعهما عشية اليوم بملعب الطيب المهيري لحساب رابع جولات دوري مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وحملت ثنائية النجم توقيع كل من أيمن صفاقسي ووجدي كشريدة، في حين أحرز عزم غوما وفراس شوات من ركلة جزاء ثنائية نادي صفاقسي الذي احتفظ بصدارة المجموعة الثالثة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، في حين يرفع النجم الساحلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في انتظار مواجهة الغد بين دي رفا سنغالي صاحب المركز الثالث ب4 نقاط وسليتاس البولكيني متذيل المجموعة ب3 نقاط. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدين الكرام، وهذا تذكير بعناوينها: انتهاء عمليات رصد هلال شهر رمضان في العاصمة تونس ومختلف الولايات والثلاثاء وأول أيام شهر الصيام. رئيس الجمهورية يختتم زيارة رسمية إلى مصر كانت مناسبة لبحث تطوير العلاقات الثنائية وتناول جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تصاعد نسق الإصابات بفيروس كورونا في مختلف الجهات ونظام جديد للعمل والسفرات والدراسة والمحاكم ابتداء من الغد. ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفاز التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.